يسعد مساك وما كنتوا عم تتابعوني. الحقيقة وصلتني صور صادمة عن حالة لعامل نظافة قاعد في مكان يعني لا يمت للإنسانية بصلة، وهو يحتاج فعلا لمساعدة كثيرة. وهذه الصور وصلتني من قبل القاطنين في المنطقة بمنطقة المشهد، نزلة الأنصار الشرقي بالبنايات العظم. ترددت كثير الحقيقة أنه نطلع نصور هاي الحالة ونقدم المساعدات، وخاصة أنه يعني صفحات الصفراء فقط هم النقد، لكن واجبي خلينا نقول واجبي الإنساني خلاني أنسى كل هالتعليقات اللي رح تكون سلبية واتجه نحو التعليقات الإيجابية. أخذت القرار أنه أطلع ونساعد الحالة، والله يقدرنا نقدم شيء باسم أهل الخير، لأنه في آخر المطاف شادي حلوة هو همزة وصل فقط لا أكثر ولا أقل بين فاعل الخير والمحتاج. تابعوني. شو اسمك انت؟ حسان عيسى. حسان عيسى. حسان عيسى وين بتشتغل؟ انا عامل نظافة. وين عامل نظافة؟ نزلت الاشارات المشهد لمشهد نور. كيف ليش جاي ساكن هون؟ كنت باكل فردوس وظروف اشتغل بلا راتب، عمال منظمة. ايه اشتغل بلا راتب بالفردوس. شو كنت تشتغل؟ شو وين كنت قاعد بالفردوس؟ جوا خلينا ندخل لجوا. فطر في فينا نائب حدا تاخذ لي طريق هون عم تنام انت؟ ايه انا هون الاسكان العسكري، هي سمحت لي اعطيهم بيرك هون واعطوني شقه فوق لمده سنتين، بدي اركب باب لان الحراميه هلكوني، سرقوا اغراض اللبس اولاد اغراض اولاد. الله عم ننام هون لحتى عم نحاول باب. أنا أعطوني شعب فوق الطابة الثانية. أعطوك إياها هيك ولا إنه تقعد فيها؟ ستين. أجار ولا شو؟ بلا شيء. إيه. مقابل حراسة. إنه تحرس لهم هون. إيه. مقابل حراسة هدول، خشب وغراض والمباني. هي مو إشكال عسكر عم تعمر. تمام؟ إيه أنا هون. هنيك صار أجار وأمبير 10,000. إيه طيب أنا عم بطلعه. أدوب عب بصرف. انت من وين؟ انا من حلب، اصل عزيزي والنعم، بس مواليد حلب. البلدية ما ساعدتك ابدا؟ هلا البلدية نحن عقود نظم من عقود دولة. بعض الحين بوقف العقد، اذا وقف العقد كل واحد بيتفق مع سكان منطقته انه هلا انا عم بشتغل بلا راتب. مرحبا. احكي معه. مرحبا. شو اسمك؟ ندى. ندى؟ ايه. كم ولد عندك؟ عندي الله يخليك ولادك عندي أربعة. أربعة أولاد؟ ايه. كيفك؟ منيحة. شو اسمك؟ اسمي نور. نور؟ ايه. وأنت شو اسمك؟ اسمي محمودي. محمود؟ عندك صبيين وبنتين؟ تمام. شو لازمك؟ والله يا الله بالوقت الحالي كل همي إنه أركب الباب. إذا بدك تفضل شوف فوق. وين عم تناموا؟ هلا بالوقت الحالي هون. هون؟ ايه. وهيك على الشارع رأسا ماشي. ايه انا صلي من قبل عيد الكبير هون، العيال كلها تعرفني. ما هن دقوا لي وقالوا لي انه نجي لعندك. انا على راسي وعيني بس مشان نساعدك. على راسي وعيني بس. شو بدك؟ بتمنى من ما كل همي اني اركب الباب. قد ايه حق الباب؟ ايه هلا الزلمه طلب مني 100. هذا هذا بعد مساعده لي مع تركيبه. 100,000؟ انت بس بدك فوق. شو في طيب الفوق؟ طيب ممكن تشوف فوق؟ هنا طابة؟ تاني. يلا واقع مساوي جدا، يعني شيء بيبكي الصراحة.
يعني المكان اللي نايم فيه مثل ما عم تشوفوا مسكر بحرامات بس وجوادر لبرا على الشارع، والله يعطيهم العافية المسؤولين عن المباني اللي قالوا له عود هون. وين البيت؟ بس طلعنا علينا نشوفه. طب انت بدك تضل هون ولا بدك ترجع على الفردوس؟ على ما خفت بدي ارجع على الفردوس، بدهم اجارات واقل حوش بدي اجار 6 شهور. طب انا وضعي يعني هلا عدم اخذ اقل مسوب بيت بدي 10 بالجمعة اليوم. عندي حليب حبوطات صغيره حق الكلام. طيب انا لاقول لك شغله، ابو ايش انت؟ ابو محمود. ابو محمود انت بدك تضل هون ولا بدك ترجع على الفردوس؟ هلا اذا رجعت على الفردوس انا ما معي اجار. طيب اذا اجار وامبير انا ما معي هالشيء. طيب اذا نحن املنا لك الاجار والامبير لسنه يا سيدي يكون كتر خيركم. ترجع؟ برجع طبعا. احسن لك من هون. طبعا احسن لي من بركب الشوارع، بس اذا طلعت لهون شوفوا فوق. انت شو انا برجع بقول لك، انت شو اللي بيريحك؟ اني أأمن باب لفوق. انا فوق عزلتها كلها. خلينا نطلع نشوف هذا. انت عامل نظافة بعقد مع المنظمات مو انه بالبلدية. ما عملوا لك عقد بالبلدية؟ ليش ما ساعيت طلبوا؟ ساعينا قال لي في توظيف تفضل. قدمت؟ ما عساس انه بالخير قال لي ايه انه قدم وقدمنا، بس عم نستنى فرصة. عم نستنى فرصة؟ هنن بحاجة عمال نظافة. ان شاء الله هيك يكون في حدا عم تابعنا، مدير النظافة ورئيس البلدية. هيك انت بدك تطلع اولادك على هالدرج كل يوم وتنزل هيك؟ كانت عيالي اول شيء تبقى فوق، بس ولادي الحش السامعين الحرب صار يكسروا القفل ويطلع هون المرة صار فوق. كانت هيك مثل هدول هيك خطأ. هاي تطلع هون شريط كان يناموا هون، انت عارف شلون؟ هاي هون غرفة البلكون وغرفة هنيك، يعني سمحوا لي على طلعت سنتين هيك ببلاش، انت عارف شلون؟ بس عاد المخازي انه بس قابلتهم انه ما عاد حدا يفوت لعنده. يعني انت هلا بس سؤال خطأ، اذا ركبت هذا الباب ايه جبنا له 100,000 وركب لك ايه ساعتين الشبابيك والدنيا طب هي كانت عم تنام هون. هي كنت انا مسكره بحرامات. ها بالحرامات كلهم مسكره بحرامات. طيب انت هلا هون اريح لك ولا بترجع على الفردوس؟ هلا انا هون مكان عملي. ايه انت عشان انا قلت لك مستلم اشارات مشهد مشفى نور ده البريد كله بيعرفني. ها انت عم تنظف؟ ها عم يعني تقول لي ما خلصان عقدك؟ ايه بس اخذ اجرتي من العالم، كل واحد هلا بيطلع من خاطره. من اهل الخير؟ ايه من اهل الخير. حلو. تمام؟ حلو. يعني هن بيعرفوا ان انا بشتغل بلا راتب، فلذلك هن انه كل انسان مثل ما بيقولوا ما قدر الله نفسا الا وسعها، بيساعدوني هالف النصيب. وقت بشتغل عقد يعطوني راتب. طيب هون وين عم تتحمموا؟ وين؟ محل ما شفنا تمام، بنقل مي. كون انه خزان عندي بنقل مي. وقت تجي المي من البنايه الثانيه لعندي. ما في خزان كمان؟ لا انا ما عندي خزان. انا هون صار لي 3 سنين هون بشتغل عامل نظافي. قلت المنطقه هي كلها بتعرفني. انت علي شلون؟ انه بيساعدوك منيح ولا؟ هلا كل حرام بيساعدوني، انا اغلب اغراضي من عندهم. ماشي في اغراض، شو الاغراض؟ هلا اللي كانوا تحت مثل السفنجات، اغراض لولس لاولادي، من عدا حش السامعين اللي سرقوهم لدين الكلب. قلت لك كانوا يطلعوا لهون يسرقوا اغراض وينزلوا. حتى انت ما عم تخدم السرقه بيسرقوا؟ طيب هذا اللي عم بصير فيني اياه. طيب شو لازمك هلا؟ كل همي انه اركب الباب. ركبنا الباب. ساعتها بفرجع الله. غير. خزان مقدور عليه. اشترينا خزان. ما لازمني غير سلامتك وبتكون فضلت على راسي فوق. لا، من فضل لله وهدول
من اهل الخير انا مالنا يا سيدي. الله يجبر بخاطرك خلي لك شبابك. بدنا كمان. شو بدك كمان يا سيدي؟ وضعي شفته انت، انا عندي بطاقه بتجرب، عندي انا بتطلع اجرب ابيعها، بطبخ على هذا الحطب. شفته انت هاي؟ لانه عاد باخذ الله حاجره 125، لانه هذا 125 باكل فيها جمعه. أنا الله عاد المخذة بدي أروح مثلا ابني صغير بده كل يوم 1500 حليب، 1500 حبوضات، نعرف أكل شرب. طيب قد إيه عم تطالع أنت بالجمعة؟ خلينا ننزل لتحت، خلينا نتلقوا شيكي نعرف شو يعني. حسب أهل الخير أحيانا 25 أحيانا أكثر. حسب أهل، بجوز يجيني واحد هيك يا الله سبحانه وتعالى يشيل المبلغ كله يعطيني إياه منه لحال. وبالذات مثلا أيام رمضان أو في عالم دق عالم قلت لك تعرفني فما بتركوني. يعني عم طالع 100,000 تقريبا بالشهر؟ بالشهر؟ إيه وأكثر. طيب خلينا ننزل تحت. إيه وأكثر. أنا قبل 2019 أنا كنت طرطوس عامل مداجن ومعلم. بس هون ما بمداجن، ما في بدي مصلحة. طيب هلا انا رح اقول لك شغله، انت عم تطالع قد ايه قلت لي؟ شلون؟ 100,000 بالشهر؟ تمام. طيب رح نعتبر انه هلا اليوم قد ايه؟ اليوم 15 بالشهر مش هيك؟ 15 بالشهر، 15 10 تمام 2021 تمام. ل 15 10 2022 ل 2000 ل 15 10 2022 سنة تمام. راتب سنة كامل ايه من اهل الخير رح تاخذه يا سيدي. الله يجبر بخاطرك ويديم عزك ويخلي لك اولادك. غير اللي انت، خلينا ننزل نحكي لحتى ما ندخل بتفاصيل شري الباب وشري الخزان. بس بدك توعدني انه ما يعني هون مصيبه اذا بدك تنيمون هون. شلون بدك؟ حتى ما بعيف هون شيء. بدك تقشطهم طبعا. طيب بتجيب الجره وبتجيب الباب تمام. وإيش ناقص أولادي؟ أنت عندك رقم، عندك تليفون؟ أنا هلا أتصل. عندي تليفون. عندك تليفون؟ إيه؟ بيقول ألو؟ طبعاً. طيب أنا رح أتواصل كمان مع إخوتنا بالهلال الأحمر نأمن فرشات معهم. هون بعد إذنك، أنا كنت أول ما جيت لهون كنت مسجل بالتآلف. إيه. ب 2019. هون لتحت لسه. لسه لتحت. 2019. إيه. بعد شهرين فصلوني. فصلوك؟ إيه. قال أنا مالي عاجل. مالك شو؟ مالي عاجز. لازم تكون عاجز. ايه لازم اكون ناقصني شيء بجسمي لحتى اقدر اتابع. هلا هون قالوا لك بالبناي انه بتحرسها للبناي انت؟ تمام. وبتقعد هون بالطابق الثاني؟ تمام سنتين. سنتين وما بتدفع ولا ليره؟ ولا فرنك. ايه وفوق انت بحاجه لاحرامات و تمام تمام فرشات تمام. وخلال اسبوعين، خلال يومين رح يكون مزبط. لا خلال يومين انت بدك تزبط، بس انا خلال اسبوعين رح نتواصل كمان مع اهل الخير. بس نحن بدنا نلاقي حل سريع باذن الله. الحل رح يصير سريع وجذري تماما باذن الله. يعني باذن الله هذا المخزي هالمبلغ بشين وبشيل الاولاد. هذا المخزي يعني بعد بغيلهم انه خزان عابلهم مي يتحمموا. معقولة؟ طب وين وين عم بتدخلوا على الحمام؟ بالخراب. بالخرابة؟ مالك هون طب... تحت بالخراب. طب فوق مزبط شي حمامات؟ خلص فوق في حمام. مزبط لهم حمام؟ ايه فوق في حمام. إذا جيت لعندك بعد بكرة بصور فوق؟ بإذن الله بيكون كل شي جاهز. بنشرب كاسة جاي فوق؟ وكل شي طبعاً. تعزمني على كاسة جاي؟ وغدا. داخل ربك. لا اليوم إيه؟ الغدا احسابنا. الله يرضاك ويديم عزك ويديم اهل الخير لله. الله هيك نور يجي عليها. بس عندي هي مشكلتها بس بالنطق. شو مشكلتها؟ بالنطق. احكي مع عمك. كيفك؟ منيحه. كيفك؟ منيحه. ايش اسمك؟ اسمي نور. نور ايش؟ نور عيسى. هي صورنا لها طبق محالي انه الشغله هيك لله يعني لحالها ما في شيء. ايه بس هي لا مع تقدم العمر معك تكبر يمكن بيمشي الحال. ايه طبعا. كمان نرجع ندخل معلش لو سمحت لي. صحة وهنا عمي محمود. تفضل استاذ شريف. شو؟
شو عم تحرقوا؟ لا هلا كانت عم تسخن ميلة صغير عن طريق الحطب. ها؟ كانت عم تسخن ميلة صغير. تسخنين ميلة الحليب؟ تمام عن طريق الحطب. منين عم تجيب حليب؟ أنا عم بشتري الشري. قلت لك بشيله كل يوم مثلا 1500 ورقة أو 2000 ورقة حسب قدرتي. مشان أوفر شيء لأكل. قدي عمره؟ قدي عمره أختي؟ سنة ونص. سنة ونص. نيدو؟ لا عم بجيب له حليب فرد. هلا عدل ما اخذ حليب نيدو حو 15000. انا بجيب له حليب فرد. لا لا انا نجيب له طردين كمان يا سيدي. شو عم تضحكي؟ مبسوطة؟ تعي ما راح يصور. تعي ما عن جد ما راح طلع وجهك. خلص خدنا من الظهر. من الظهر معليش. شو؟ ما راح يطلع وشك. أنا أساساً ما بعرض وش إلا إذا أخذت إذن. شو منجيب له طردين حليب ومنجيب طردين حفوضات. الله يرزقكم. وهذا الحكي هلأ قبل 8 المساء سمعان بيكون موجود عندكم. الله يكثر خير. هاي أمنا على شو اسمه؟ محمد. على محمد. وهلأ بتاخد نحن هلأ قال لك شغلة. نحن قلنا راتب سنة صح؟ تمام. هلأ بتاخد أول راتب 6 شهور فوراً مع بعضهم يا سيدي. فورا رح يتركب الباب والخزان فورا. هي اتفقنا عليها فورا. تمام. بس من بعد اذنك بدي مساعده منك صغيره. شو بدك؟ بدي بس دفتر العائله مشان نسجل اولادي بالمدرسه. وهي تعرف تحكي. هلا هي تعرف تحكي منشوف. انا دفتر عائله ضايع. ضايع. انا مسجل بالمحكمه كل شيء مع بيان. تعال تعال هلا بدي بس خلص اهدي لتوقع. دفتر ضايع. يعني انتم بدكم تطلعوا دفتر العائله؟ ايوه. بس مشان اولادي امنوا مشان اولادي يروحوا على المدارس. طيب انا كمان هلا عطله. وبنحكي مع اخونا مدير النفوس وبتروحوا لعنده وبتطلعوا كل اجراءاتكم وثبوتياتكم يا سيدي. الله يديمك غيره. سلامتك. ولا شيء طال. سلامتك. تمام. سلامتك. انا هذا هو طلبي بس انه يسجلوا بالمدارس حتى يتعلموا حتى يصيروا يعرفوا يقروا ويكتبوا ويتعلموا ويصيروا مثلهم مثل كل الناس. ما عنه حدا مثلا يضل يعيرهم مثلا او ليش يعيرهم؟ ما شاء الله عليهم. اوه كب الحليب. يلا في ده في ده في ده في ده. طيب بدكم شيء غيره؟ سلامتك استاذنا الكريم. فورا هلا رح تقبض راتب 6 شهور. الله يديم. تاخذ بتخلص برجع بقول انا مالي علاقه. هدول اهل الخير. انا مجرد همزه وصل. وصلت وصل. الله يكثر خيركم والله يرزقكم. اول يوم دوام بنحكي مع مدير النفوس بتروح بتسجل الاولاد. تمام. وقبل 9 المساء بكون عندك الحليب والحفوضات. الله يديمك ويديم عزاك. وانا بانتظار لا اذا اجي نشرب قهوه لانه بدنا نجيب كمان فرشات ونجيب يعني قدر الامكان من اهل الخير وحتى من الهلال. الله يكثر خيرهم ما بيقصروا لحتى شوي هيك. الله يديمك ويديم عزك. فضلتوا علينا. لا الفضل لله. الله يا اختي الناس لبعضها. شو بدك تحكي؟ ولا شيء. بقول الله يكثر خيركم والله يزيكم الخير والله هيك سبحانه وتعالى. لا اهل الخير ولا نحن قلنا مني عليك. هذا واجب وهذا واجب انه ما بقول غير كلمة يكونوا لبعضهم. الله يقدرني وعوض هالبنت الناس اللي صبرت معي على كل شيء ان شاء الله. شو ها شو هالحب هاد؟ شو هالحب؟ كم سنة صلكم مع بعض؟ 12 سنة؟ صبرت عليك كتير ها؟ طبعا شو لازم طوضة؟ ما حدا ببرك البركة هاي. والله كلامك مزبوط. ساعدتني على الحلوة والمرة حتى وقت كنت بالمداجن. طب نسلموا ياهن لألو ولا لألك؟ قلي لي شو؟ أنا وياها واحد. يلا أنا وياها. الله يعطيهن عافية أهل الخير والناس لبعضها. وانا اتمنى من كل اللي عم بيتابعنا انه يبادر. وانا جاهز لحتى اجي صور وما في مشكله. المهم انه توصل المساعده لمكانها. السلام عليكم.